ونذير تجو خمن يقوكارن خوش خبري نات خانن خوش خبري ديوان نذير بيم كريم تمن يم اسلامي كروي غرزان دراي يم چوي نافرمان چي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قو سورة مدسر تقو نذير ام سندي قو حاضر ايمانس قام سورة غي حضرت خديجة القبرى عليها السلام سندس ات دور اسمس قام سورة مبارك غي قر نذير أقو سورة علق بيقو سورة مزمل بيقو سورة مدسر يمن تران ونيهز واز يلي پور يمن تران سورة مبارك شرح كور واز پور ابتداس اندر آغازس اندر سوى النبي صحبن وزن واجنیاز اقی كنت كيول انسان ذاتو مز كمن منز مستورات سوى حضرت خديجة القبرى السلام جست داني خديجة القبرى جست داني خديجة القبرى جست داني خديجة القبرى إزداني خديجة الكبرى أول مهرم رسول الله أول مهرم رسول خدا إزداني خديجة أول مهرم رسول خدا عرساني خديجة الكبرى عرساني خديجة الكبرى ياز بوش عين بات كم نور نيران تام زوني هند مياني ودايا ونريا ومزا عين بات مياني بغل مزا بياني بنم دام نمزا فرموس تنزالك نور نور محمد رسول الله خديجة نور او نور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خابس كران تعبير امس يوشنا خاب خديجة الكبران يو هي نور ذلك نور ينير الدنيا كلها نور كري منور كري سرسي كائنات يبقو نور محمد نبي آخر الزمان وتكوني له زوجا سهوا سكتمس آخر سبيت خانداري واحدي كچنز يوهي نور قرآن مجيزك نور بشخص پنجو چشماني مبارك ومز يستمس نور كچنز تس پیغمبرس يس نانو مبارك حضرت محمد صلى الله عليه وسلم غرن کے نور راز قدم تافتی اللہ مخاقنی فرماوا زیاد معالم کی نشا تافتی کر سبتا شیر سبا ہے وجود نور تلو از افق او یہ نمود امی نور اعتراف کرن تیم صاحب یمن نمازان نی یعنی غیر مسلمن کن جو اشار یہود نصاران کن تیم دبن آم نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمي نور روشان كي دارو دي باردي وغلی خوابی وش حضرت خدیجة الكبرى تیغو برابر فرمونس امراحبن ام بزرگن فرمونس سهم آسن آسکت امسن خاندارین یح آش نبی آخر الزمان وش ام خواب خواب اسکرنس تابی تی سبود مکمل برابر امر بن اسعد ورقا بن نوفل آگو ورقا بن نوفل پتر بی امر بن سعد و پتر برادر یمائی آئی یموی کور اخرس پر خاندرک انتظام خدیجة الكبرى با حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ روایت منشو آمد اونٹ آب زباہ کرن خدیجة الكبرى علیہ السلام کرنو اونٹ زباہ کیا کرو؟ اونٹ زباہ کیا چھو بنان ہو بیاک ان پر جاہل
هي غوري مولي شن رانون كيهين نعوذ بالله آه كيهين شن أمس بان نرانون نبان كيون شن أمس اندي سار بي كيو أسالتن غو نكا ونيو أسالتن غو نكا يعني مهراز از مهرني بروت كيني ساري نكا شغامت إلا آخ سبارب كوني دوا باقي ساري نكا غامت أسالتن أسالتن زيني بو أسالتن غو مهرين تياسي أتي مهراز تياسي أتي ساري نكاح يم گئی تم حضرت رسول خدا صلى الله عليه وسلم با حضرات امهات المؤمنين من سے نکاح سب تم گئی ساري اصال تنی ان پت آو اخ اونٹ آو زباح کرن تناول کر ساروی ابو طالب جو سوت حضرت حمزہ جو سوت يم صاحب ساري رشتدار نخ رشتدار سوت يموش مهراز السويت حضرت رسول خدا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه جو السويت يسنا لقشار و بيار يدگو مهراز السويت نبی کریم صلى الله عليه وسلم آئم پس آو آن حضرت خدیجت القبران جو اونٹ انتظام کرمت اونٹ رانومت بیجو حضرت خدیجت القبران علیہ السلام دفق انتظام کرمت تمکنا جون دف بجاونو أحجي ترخصر يمو اس كيه روايتي مگر كيه ريم روايتي چيز تهي پت برابر تا قيامت جاري كيه روايتي چيز كيه کرك منسوخ كيه کرك ڈلیٹ رسول خداين امن مز بے حيائي اس امزن غلط اس امن مز شرق اس امن مز کفر اس تم کرك ڈلیٹ امزن تمو اس رسم مگر كيه رسم يم جاري اس امن رواج اس تم تهي برابر برموك آتشن كيه آگو یہ کوری مالین ہن چون چون زیافت کیا ہے جی صاحب بے دف بجام دف بجانک انتظام تھوک برابر تی پر بخری شریف اسمن یہ خدیجت القبرہ علیہ السلام کر انتظام کمیک دائی آس ویس آس باقی یم آس یم ویس خدیجت القبرہ علیہ السلام یم آس سارے ونوان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دائن اجت حضرت خدیجت القبرا علیہ السلام بوزو کی مچن مز و سون سون سن چانٹ یمن جتن مجمن مز یمن تھوین ہم سات مہراز یا حضرت خاتم الانبیاء یم چھک جب تمس پای مبارکن کر جس فدا ایم پت یم سات تشریف تھون تو یہ ور جب سور یہ ہے چھوتی آزاد یہ تو تہی یا اتمز و زیادہ رواج مہراز اوس ایت روزان یعنی مہراز آب سال رضائی خدای سوال مہراز اوس ایت روزان یا دہن دوہن نت ساتن دوہن نت ترین دوہن کچ اوس روزان ونی وز کوری مالی نہیں تھی مگر اعلان کر حضرت رسول خدای اس روزان ترین دوہن کچن دوہن ترین دوہن ونی وسہ ترین دوہن چو مہمان یہ کون کھوان كشي ابليس مران كوري مولسن غسني چون يهودن هن كار يش آق هندوستان اسم آق هندن مز آق جماعت آق تيمو جو كوري مول خران تيمو جو كور خران تيمو چكون من اعلان كوري مولسن نگشي چون يش باد باقت باد نصیب يش شکس لد آسه هنائي كور كيه زبیس اسما جو هچنا آوان تي محمد رسول الله تيمو جو آب كوري مولسن گئي چاي چيني حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن بوزو بار بار یوز گوڑ پر یار حضرت رسول خدا ورانی مجید ونی نازل گسنائی اسنائی یار تناول کران اخ سن گئی یار کران یار سن گئی اکوی یار کس صاحب ابو بکر صدیق تناول کران تم ساتھ آس ابو بکر صدیق زلڑ کی آگئے حضرت آشا گئے لکڑ دیم گئے بیا حضرت اسمان
حضرت اسما گئی زٹھ ہش کور ابو بکر صدیق لکڑ پور گیس دشوی دیت سات یم سات ہجرت کر رسول خدا امس حضرت اسما دیت لقب نبی صبن حیو قمر بدن واجن تھوانے ثے بہ ازک بڑ نا ثنا وانے نے بہ اسما کی چگ قمر بند واجن کور اتی دست مبارک ڈالان رسول خدا یہ کیا گو کمر بند واجن یل ہجرت ٹھیلس اس نا گنڈے ام دم مہ گنڈ ون مے کی گنڈس مے ہلس یا رسول اللہ ولیو یہ گنڈ گرو کمر بند چوٹن کھول یہ گنڈن ات بہری یت مز مال اس نیون ہجرت وز رسول خدا یہ گنڈن نتاخ ونان عبی زبان مز فرموس ان کے ذات نتاقین ثو کمر بند واجن ون ام چوٹ کمر بند گول کور بند پور دون بہر نبی گو سٹھا خوش امس کیا نام مبارک اسما بکر صدیق بڑ کو حضرت عائشہ اتہ تناول کران حضرت نبی برحق غرض نبی روایت مزم اللہ مزرکانی تور بیان ترین دہن کور ٹھہراو مہراجن ہووری حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سور انتظام کرن ترے دوی پد آئی خدیجۃ الکبرا علیہ السلام کی روایت مز آئی پنن گھر یعنی در دولت خانے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم